السلام عليكم أعزائي، وأهلا وسهلا بكم في هذه الجلسة الخاصة بموضوع أخلاقيات المهنة وأخلاقيات مهنة التعليم بالتحديد، باعتبارنا نحن من العاملين في الوسط الأكاديمي، ولا بد ويجب أن نكون على اطلاع بموضوع أخلاقيات مهنة التعليم. أنا معكم محدثكم دكتور علي عايد عبد الكاظم من مركز التعليم المستمر في الجامعة التكنولوجية، وإن شاء الله راح أكون معكم في هذه الجلسة التدريبية على مدى تقريبا من ساعة وربع، ممكن ساعة ونص. وفقط ملاحظة، باعتبار الدورة راح تكون هذه إلكترونية، فراح يتم تسجيلها حتى بعدين ممكن انه تطلعون عليها وتشاهدوها، والتسجيل ايضا راح يكون ممكن نجزئه الى 3 أو 4 أجزاء حسب طول الجلسه، حتى لسهوله تحميلها على اليوتيوب مثلا، وسهوله تحميلها من قبلي، وكذلك سهوله متابعتها من قبلكم. طبعا في هذه الجلسه راح تكون عندنا محاور، عده محاور. اول شيء راح نتعرف على الاخلاق والاخلاقيات، والاخلاقيات اخلاقيات المهنه بالتحديد. طبعا احنا المتعارف هي موضوع الاخلاق، ومرات يصير عندنا دمج يعني في اي مهنه بين الاخلاق والاخلاقيات، فراح نلاحظ هذه كتعاريف ما هو الفرق بين الاخلاق والاخلاقيات، نتعرف على هذه المصطلحات، وكذلك ما هي مصادر الاخلاق وكذلك مصادر الاخلاقيات، اضافه الى موضوعنا اللي راح نركز عليه وهو اخلاقيات مهنه التعليم. راح نشوف الأخلاقيات اللي خاصة بمهنة التعليم، وأخيرا راح نتناول كمثال عملي وثيقة لأخلاقيات مهنة التعليم. طبعا راح تكون وثيقة مكتوبة ومدونة، وراح نطلع عليها طبعا من أحد المصادر. الأخلاق والأخلاقيات كتعريف، ما هي الأخلاق وما هي الأخلاقيات وما الفرق بينهما؟ طبعا كتعريف كل واحد احنا نقول له أخلاق، احنا نعرف مثلا شخص نقول هذا عنده أخلاق، هذا يمتلك أخلاق عالية، هذا أخلاق ممكن متوسطة، فنعرف هذا المعنى، ولكن ما هو تعريف الأخلاق كتعريف علمي أكاديمي؟ طبعا هناك مجموعة من التعاريف، أنا حقيقة موضوع يعني ممكن كتب ومؤلفات عليه، ولكن احنا ناخذه ببساطة حتى نعرفه ونعرف شلون نتعامل مع المواضيع. طبعا هذا يشمل كل مواضيعنا هنا، انه الأخلاق والأخلاقيات مواضيع، يعني راح ناخذ تعاريف بسيطة حتى نقدر نتعرف عليها ونميز بيناتها. أول تعريف طبعا للأخلاق هي منظومة قيم يعتبرها الناس بشكل عام جالبة للخير وطاردة للشر وفقا للفلسفة الليبرالية، وهو ما يتميز به الإنسان عن غيره. طبعا بالمناسبة أنا لماذا أنا استخدمت 3 تعاريف؟ حقيقة كل تعريف يمثل جانب معين مثل ما راح نشوف. فهذا أول تعريف اللي ذكرته قبل قليل، هذا طبعا وفقا للفلسفة الليبرالية، هذا بجانب سياسي، يعني كيف أنه هي الأخلاق منظومة قيم لمجتمع بحيث أنه يعتبرها جالبة للخير وطاردة للشر. والفلسفة الليبرالية طبعا هذه فلسفة سياسية، ممكن يعني احنا سامعين دول ليبرالية او احزاب ليبرالية، فممكن تطلعون عليها اكثر، ولكن هذا التعريف ما يخصنا من ناحية سياسية. التعريف الثاني يقول انه هو الاخلاق هي شكل من اشكال الوعي الانساني، كما تعتبر مجموعة من القيم والمبادئ تحرك الاشخاص والشعوب كالعدل والحرية والمساواة إلى آخره، بحيث ترتقي إلى درجة أن تصبح مرجعية ثقافية لتلك الشعوب. طبعا هذا التعريف لو نلاحظه أكثر شيء بجانب مجتمعي، جانب يعني قومي، جانب عشائري، مثل ما نقول مصطلحاتنا، اللي هي مجموعة من الأعراف والتقاليد اللي تكون يعني سمة لمجتمع معين أو لبلد معين أو قبيله معينه. يعني مثل احنا بالعاميه بالعراقي مثلا عندنا شخص من نقول فلان، نقول هذا من فلان عشيره مثلا، او فلان قبيله، او فلان منطقه، اللي تكون مثلا هذه المنطقه او العشيره تكون مثلا رمز من رموز الاخلاق مثلا. فهذه تكون الاخلاق نابعه من ممكن انه من نظام مجتمعي يستمد الشخص اخلاقه من هذا النظام. التعريف الاخير واللحظة، السجايا والطباع والأحوال الباطنية التي تدرك بالبصيرة والغريزة، وبالعكس يمكن اعتبار الخلق الحسن من أعمال القلوب وصفاته. فأعمال القلوب تختص بعمل القلب، بينما الخلق يكون قلبيا ويكون ظاهرا أيضا.
هذا التعريف لو نلاحظه شنو فرق عن بقية التعاريف اللي قبلها؟ هذا يمكن يختص بالفرد، يختص بالروح، يختص بنظرة الإنسان كفرد لمنظومة الأخلاق، كيف تتولد الأخلاق في داخل الشخص بحيث أنه يكون يتبعها اعتمادا على بصيرته واعتمادا على غريزته واعتمادا على تمييزه لحسن هذه الأخلاق. فهذا موضوع يعني أيضا تعريف آخر، ومجملها طبعا هي تعتبر تعريف الأخلاق. طبعا إذا نرجع للأدبيات راح نلقى تعريف بعد أكثر وأكثر وأكثر، وأكيد كل فيلسوف وكل مدرسة ممكن تعرف الأخلاق بتعريفه، ولكن طبعا هي الفكرة أنه إحنا يمكن صارت واضحة عندنا هسه الأخلاق، هي واضحة أصلا ولكن أنا يمكن صغناها بصيغة علمية وأكاديمية أكثر. نجي على الأخلاقيات، ما هي الأخلاقيات وما هي أخلاقيات المهنة؟ طبعا الاخلاقيات هي دائما تصاغ بصيغه وثيقه اخلاقيات المهنه، يعني ممكن تكون هي شفهيه في بعض او متعارف عليها في بعض المهن، ولكن طبعا بالعصر الحديث يعني صارت تصاغ بشكل وثائق. فوثيقه اخلاقيات المهنه بكل بساطه هي وثيقه تحدد المعايير الاخلاقيه والسلوكيه المهنيه المطلوب ان يتبعها الافراد جمعيه معينه او وظيفه معينه، وهي يعني بيان للمعايير المثاليه لمهنه من المهن تتبناها جماعه او افراد مهنه معينه. طبعا واضح هسه عندنا يعني هذا التعريف انه هي مجموعه متبنيات لمهنه معينه او لناس عاملين في مجال معين. واحنا حقيقه في ثقافتنا كثير نسمع ونعرف او حتى يعني مواجهين هذه الحاله، او ممكن احنا مشتغلين بمهن طبعا غير مهنة التعليم، أنا جاي أتحدث الآن بصورة عامة، أنه ممكن أخلاقيات معينة تكون متميزة بها مهنة عن مهنة أخرى، وراح نلاحظ طبعا بعد قليل أمثلة لمجالات متعددة لهذه الأخلاقيات. طبعا ولكل مهنة، الفقرة الثانية اللي أمامكم، ولكل مهنة أخلاقيات وآداب عامة حددتها القوانين واللوائح الخاصة بها. ويقصد بآداب وأخلاقيات المهنة مجموعة من القواعد والأصول المتعارف عليها عند أصحاب المهنة الواحدة. أعتقد هذا يعني صار واضح تكلمنا به إحنا قبل قليل أنه كل مهنة لها أخلاقيات خاصة بها. هنا النقطة الأخيرة اللي تلاحظوها باللون الأزرق في نهاية يعني أخير قطعة، هي يعني تختلف المسؤولية القانونية عن المسؤولية الأخلاقية. هنا دا يمززنا بين موضوع القانونية والأخلاق، يعني أكو فرق يعني بين مسألة، أكو مسألة التزام قانوني وأكو مسألة التزام أخلاقي. فالمسؤولية القانونية تتحدث بتشريعات تكون أمام شخص أو قانون، دائما النص القانوني يكون محدد يعني من أعلى من الأعلى من الدستور إلى القوانين الأخرى، فتحدد بقانون، وطبعا القانون من يكون أنه الالتزام به راح يؤدي إلى الأمان، ومخالفة القانون قد تؤدي إلى عقوبات. لكن هنا المسؤولية الأخلاقية يعني حسب هذا النص هي أوسع وأشمل، يعني تكون أوسع من دائرة القانون، تكون مسألة التزام أخلاقي يعني قبل ما هي مسألة خوف من القانون. وإحنا كثير مرات يعني عندنا فكرة أنه مثلا نقول في بعض البلدان أو بعض الناس أنه هو يلتزم بالقانون لأنه يخاف من القانون، لا مو شرط، مو شرط. كثير ناس وإحنا شفناها في بلدان العالم، يعني هو يمشي في طريق خارجي مثلا ولقى ترافيك لايت وماكو لا اكو كاميرات ولا اكو شرطه ولا اكو شيء، ويوقف مثلا بنص الليل يوقف احتراما للقانون، مساله اخلاقيه احترام القانون قبل ما يصير انه هو فرض للقانون. فهذه النقطه الاخيره اللي لاحظناها هي مساله يعني ارتباط القانون والاخلاقيات وما هو الفرق بينهما. لو نجي على مصادر الاخلاق، نرجع لموضوع الاخلاق، نتعرف طبعا هي تمهيد حتى نعرف بالبدايه الاخلاق والاخلاق قلنا، وحتى نفرق بيناتهم، وحتى طبعا هي مرات تتشابك الامور، يعني اخلاق والاخلاقيات فشيء يعني متقارب نوعا ما، ولكن الاخلاق شفناها انه عاده تكون بالحياه العامه تقريبا، والاخلاقيات اللي هي ترتبط اكثر بمجال المهني او مجال العمل او مكان العمل. فمصادر الاخلاق بالتاكيد طبعا لو نشوف، احنا راح نبدا من جهه اليسار بالاعلى، اذا تشوفون مثلا الدين اكيد طبعا احنا يعني واحد مثلا من عنده اخلاق
مرات يقول لك هذا عددين، هذا متربي، هذا يخاف الله، هذا كذا، بمصطلحاتنا. فاكيد هذه الاشياء اللي نقولها هي مصادر للاخلاق، الدين، التربيه الحسنه، نقول هذا عنده عشيره مثلا وراء، المصطلحات العراقيه المتداوله. فهذه كلها حقيقه احنا نحكيها بالعاميه او بطريقتنا، ولكن هي حقيقه لها اصل، يعني لها اصل مثل ما شفنا بالتعريف قبل شويه للاخلاق. لا، هي تجي من مجتمع، وتجي من عائله، وتجي من عشيره، وتجي من دوله ممكن. فهذه ممكن تكون الدين يعني منبع للاخلاق. نجي طبعا بالمناسبه، الدين يعني ايضا كل الاديان السماويه وغير السماويه، حتى احنا كثير نشوف، يعني شفنا ناس مثلا كونفوشيوسيين صينيين لما نعتبرهم ملاحد، ولكن عندهم اخلاقيات وعندهم اخلاق ايضا يتعاملون بها، الهندوس غيرهم غيرهم غيرهم. فهذه الاخلاق مو حكر على دين معين او على فئه او على طائفه معينه. موضوع العقل، العقل ايضا يعني كثير امور احنا مرات يصير اشتباه بيها، يعني نجي على العقل مرات هو اللي يحكم، يعني ويعني مرات يعني مو شرط كل انسان، اكو انسان مثلا ما تلقى، ما عنده ارتباط ذاك الارتباط بدين او عائله او غيرها، ولكن ممكن العقل هو اللي يكون مصدر من مصادر الاخلاق. نجي بعدها نقطه اللي هو الضمير او الفطره. طبعا الفطره هنا يقول لك العمليه اللي تثير الارتباطات الشعوريه المعرفيه والعقلانيه بالاستناد الى الفلسفه الاخلاقيه للفرد او نظام قيمه. يمكن التعريف شويه فلسفي معقد، ولكن اوضحها لكم بطريقه، يعني احنا مرات نمر بحالات حقيقه ناخذ اجراء او نتخذ قرار ممكن يكون استعجالي وما نفكر فيه مسبقا، ولكن بعد فتره الضمير او الفطره يعني مثل ما نقول تنبع بينا وتميزنا بين الحق والصواب الاخلاقي وغير الاخلاقي. فمساله الضمير والفطره ممكن مرات يكون متاخر عندنا في بعض الاحيان، ويكون مرات رد فعل وما مبني على هذا الضمير، يكون استعجالي، ولكن بعد فتره ممكن الضمير هو اللي يعمل. ممكن اضرب لكم مثل، يعني كنا يمكن واجهنا باعمارنا، واجهنا احداث بعد 2003 من صارت يعني سرقه اموال الدوله ودوائر الدوله، وشيء مؤلم حقيقه كان. شفنا كثير ناس بسطاء يعني ذو اخلاق يعني معروفين في مناطقنا، وراحوا سرقوا بعدها، بعد ما سرقوا طبعا شافوا مع الهوسه اللي صارت، مع الاوضاع اللي صارت، وناس يمكن ظروفها تعبانه، فمغرر بيهم عقلهم، ما عرف شلون اشتغل، فراحوا سرقوا. ورا فتره تلقاهم ورا يوم يومين اسبوع حسوا على روحهم، اشتغلت بيهم الفطره السليمه، عرفوا انه هذا حرام، عرفوا انه هذا غلط، عرفوا انه هذا عيب، فقاموا بارجاع يعني ما سرقوه بكل طيب خاطر حقيقه، لان هذه اشتغلت عندهم الضمير. فهذه موضوع الضمير، اعتقد يعني هذا بطريقتي يعني ممكن يعني هو يكون صح، وممكن يكون الى تعاريف اخرى. قلنا هذه مواضيع فلسفيه حقيقه يمكن لها بدايه وليس لها نهايه، ولكن هذا ما فهمته من موضوع الضمير. عندنا النقطه اللي اسفل، احنا قاعد نمشي بطريقه من اليسار ونمشي، وايضا من الاعلى للاسفل. عندنا الاحترام للغير، اكيد اكيد طبعا احنا موضوع الاحترام للغير هذا موضوع حقيقه معقد في مجتمعنا. اني من الاخلاق اني ما لي علاقه بغيري، من الاخلاق اني ما اتدخل بخصوصيات غيري، من الاخلاق اني غيري راح اجى يعني اشترى شيء هذا ما اتدخل به. فهذه احترام الغير وخصوصيه الغير، يعني هذه حقيقه شيء مهم، يعني مبنى مهم للاخلاق ومصدر مهم للاخلاق، وكذلك للاخلاقيات. يعني انا في وظيفتي، يعني في عملي، ما لي علاقه بغيري، اذا ما يمسني ما لي علاقه بغيري، يعني اذا انا ما مسؤول عن هذا الشخص. فمساله الاحترام للغير وخصوصيه الغير يعني اكيد يعني موضوع مهم، وهو مصدر من مصادر الـ الاخلاق. يعني ايضا عندنا موضوع الشعور بالواجب، ايضا يعني من مرات عمل احنا نحس انه من واجبنا ان نساعد الغير، مثلا من واجبنا انه نؤدي عمل جيد لواحد محتاج مثلا، نحس واجب هو، وممكن طبعا هذا الواجب هو يكون ايضا مصدر من مصادر الاخلاق. عندنا نقطة اخرى هي العدالة، العدالة طبعا اكيد العدل، العدل هذا شيء مهم
أول يجب أن تنطبق. طبعا احنا من أهم شيء بالأخلاق من نتعامل مع شخص مثل ما نتعامل مع غيره، مثل ما نتعامل، ما يكون تمييز، يعني شخص نتعامل وياه بأخلاق جيدة وشخص لا بأخلاق غير جيدة. فيجب صاحب الخلق أنه يكون يعني يعامل الناس بمقياس واحد ويكون عادل في تعامله مع الناس. أيضا النقطة الأخيرة هي الفضيلة. الفضيلة يعني هو شخص، يعني شخص صالح. يعني أنا دائما يعني كل إنسان يحب يكون إنسان فاضل، يحب يكون إنسان جيد، يحب يعني يكون الأعمال اللي يعملها والتصرفات اللي يتصرفها تكون محمودة عند الناس. وطبعا ملاحظة، يعني احنا نشوف دكتاتوري، الناس يعني رموز للدكتاتورية، يعني رموز للظلم، رموز للقسوة في تاريخنا الحديث والقديم. في تاريخنا الحديث معاصرين الناس هو قاتل، هو مجرم، هو كذا هو كذا، من الأخلاق البذيئة، ويطلع أمام الناس أو يستعرض أمام الناس، يحب يتصف بصفات جيدة من الشجاعة ومن الكرم ومن النبل ومن التدين ومن الكذا ومن الكذا. يعني حتى الإنسان السيء هو أعماله سيئة، أيضا هو يحب يتحلى بالفضيلة. يعني فهذه مثال للفضيلة. أكيد يعني الله يعني ابعدنا عنهم، وإن شاء الله ما نكون في طبقتهم، ولكن هي الفضيلة. احنا كل إنسان يعني يحب إنه يكون يعني إنسان جيد، وبالنتيجة راح يكون مصدر لأخلاق هذا الإنسان. هنا عندنا طبعا نشاط للنقاش. بالمناسبة أعزائي، احنا هنا الجلسات يعني الكترونية، راح ارسل لكم طبعا هذا الرابط او الملف في البي دي اف، سوري، ملف البي دي اف او الباوربوينت اللي خاص بهذه الجلسة، وممكن تدونوها هاي الامور كلها. يعني اذا ما تلعبون الان يعني تاخذون صورة او تسجلوها يمكم، فممكن هذا النشاط ونناقش ان شاء الله بالجلسة الحضورية يعني في هذا الاسبوع. طبعا النقاط هي: هل هناك مصدر اخر للاخلاق غير الذي تم ذكره؟ بالتاكيد طبعا. طبعا هي هذه المواضيع الاجتماعيه الفلسفيه الانسانيه. انا مختص طبعا، انا اختصاص هندسه ميكانيك، ولكن طبعا امور احنا ثقافتنا العامه تكون يعني اكيد عندنا اطلاع عليها على الاقل. ولكن طبعا هذه المواضيع شائكه ومعقده، وكتب، الاف الكتب يمكن كتبت، وكل واحد الى طريقته والى يعني نظرته لهذه المواضيع. فنظرتكم اعزائي، هل هناك مصدر اخر للاخلاق غير الذي تم ذكره؟ طبعا بالتاكيد هناك الكثير. يا ريت يعني لو تدونونا طبعا ورقه وقلم وكل موضوع، تدونونا ان شاء الله نناقشه بالجلسه الحضوريه. هل هناك مصدر اخر للاخلاق غير الذي تم ذكره؟ وهل تعتمد لنفسك مصدر اخر للاخلاق؟ يعني اكو مصدر اخر بحياتك انه يحدد لك ما هي الاخلاق غير اللي تم ذكرها طبعا بهذه الجلسه؟ هل واجهت شخص يعتبر تصرفاته مبنية على أخلاق وأنت تعتبرها منافية للأخلاق؟ حقيقة كثير مرات نشوف، يعني اللي يعيش يشوف مثل ما يقولون، يعني شو كثير الناس نشوف تصرفاتهم يعني غير أخلاقية، وهو يشوف أخلاقية. هسه ما نعرف هو الصح، إحنا الصح، احنا غلط، هو غلط، ما نعرف. المهم يعني حسب التعاريف اللي ذكرناها، ان انا نريد احنا نأطر المواضيع ونخليها في مجال علمي، في مجال اكاديمي، حسب التعاريف اللي شفناها. تعاريف اذا تذكروها بالسلايد الاول، ايضا تقدرون ترجعوا لها من خلال اطلاعكم على المحاضره. التعاريف الثلاثه الاولى: اكو شخص يشوف تصرفاته مو اخلاقيه يعني منافية للأخلاق وهو يعتبرها أخلاقية. المهم هاي الموضوع الثالث اللي ممكن نناقشه. وبالأخير، هل هناك دولة في العالم تتبنى أخلاق مختلفة أو منافية لأخلاقنا؟ أخلاقنا احنا نتكلم كمجتمع عراقي، كمجتمع إسلامي، كمجتمع ظروفنا اللي نعيش بيها. يعني هل هناك دولة يعني تختلف؟ ممكن مثال، ممكن نذكر بعض الأمثلة، وكيف انه هذه الاخلاق تتنافى، وكيف معاناة يعني العراقي مثلا او من مجتمعنا العربي بصورة عامة، اذا نقول يروح يذهب الى هذه البلدان. هذا موضوع قلنا للنقاش، ممكن نناقشه بالجلسة الحضورية.